حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية، ونبدأ بالعناوين. البدء من المدى للاتحاد الدولي قلق إزاء الماس التي يتعرض لها مهاجرون عراقيون. نقرأ من موقع يقين نت: هجوم مسلح يستهدف منزل موظف بوزارة العدل شرقي بغداد. في العربي الجديد: العراق ثورة خبز على الأبواب. وفي القدس العربي: فوز ساحق لمعسكر مادورو في الانتخابات المحلية في فنزويلا. وفي عربي 21: مسيرة حاشدة دعما لعملية القدس ومواجهات مع الاحتلال. في صحيفة التايمز: قضية مالكولم إكس تفتح الباب على مشروع غامض لـ FBI. وفي ليبراسيون: النظام السوداني يضرب بيد من حديد خلف أبواب مغلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب مازن صاحب عن عسكرة المجتمع ومفاسد المحاصصة. جاء فيه: في أحد أبرز مطالبات أحزاب المعارضة قبل عام 2003 عدم عسكرة المجتمع العراقي. وفي قراءة بسيطة للموازنات السنوية خلال عقد مضى يمكن ملاحظة حجم الأموال المخصصة للأجهزة الأمنية. نعم، كل قطرة دم وعرق تبذل من أي منتسب لهذه القوات إنما هو بطولة ومفخرة عراقية، ولكن هل استطاعت الأجهزة الرقابية أن توثق بدراسات تحليلية مؤشرات الفساد المالي والإداري؟ كم تكلفة حماية المواطن العراقي وفق معايير حقوق الإنسان التي أدرجت في الدستور العراقي النافذ؟ لا سيما وأن ما يمكن التوقف عنده في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المنشورة على موقع هيئة النزاهة الاتحادية. إن الفساد السياسي والمجتمعي ثم الفساد المالي والإداري من دون إدراج الآليات التطبيقية لمواجهة كل منها وعلى وجه الخصوص كلفة حماية المواطن العراقي وفق معايير الموازنة المفتوحة لمصروفات الموازنة التشغيلية للأجهزة الأمنية. ولعل أبسط مثال على ذلك أن ذات الهيئة كشفت في تقرير سابق عن حجم تعاطي الرشوة في دوائر شرطة المرور. السؤال المطروح: كيف تعاملت المؤسسة الأمنية بكل عديدها وتعداد أفرادها مع نتائج هذه الاستبانة؟ هل أوجدت الحلول الناجعة للحد من هذا المعدل في تعاطي الرشوة؟ ربما الإجابة ليست عند هيئة النزاهة فقط، بل أيضاً عند جميع الأطراف المشاركة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والجهات الداعمة، ومن بينها الصحافة والإعلام والمجتمع المدني. ومثل هذه النتائج لابد وأن تفتح شهية الصحافة الاستقصائية لمتابعة الأسباب والحلول. كم هو عدد أفراد شرطة المرور؟ كم هو معدل رواتبهم سنوياً؟ وكم هي كلفة إجراء أي معاملة بالدقيقة الواحدة حسب ساعات العمل اليومية؟ ومثل هذه التساؤلات تندرج على باقي المؤسسات العسكرية بمختلف أنواعها. كيف تنتشر مكامن المخدرات في عموم العراق فيما هناك أجهزة متخصصة تصرف شهرياً مليارات الدنانير دون توصل إلى نتائج مبهرة يمكن أن توقف كلياً هذا الانهيار الرهيب في المنظومة الأخلاقية والقيمية في المجتمع العراقي بسبب انتشار المخدرات؟ عسكرة المجتمع إذن ليست الحل الأمثل، بل كفاءة الأداء بتكاليف أقل يمكن أن تمنح المواطن الحلول الفضلى حينما يخرج راضياً بعد مراجعة إحدى دوائر المرور مثلاً أو أي جهاز أمني آخر، كما يفعل أي مواطن من مواطني دول الجوار العراقي ولا أقول الدول الأخرى. هذا ما جاء حسب تعبير الكاتب. بعدما كان الكيان الصهيوني العدو رقم واحد للعراقي والعالم العربي والإسلامي، أصبح اليوم صديقا حميما وجب التطبيع معه تحت مفهوم الواقعية وما إلى ذلك من مصطلحات رنانة على وفق تعبير الكاتب كالمصلحة والبراغماتية، أو في ظل الفهم الخاطئ للعمل السياسي والعلاقات الدولية على أنه
لا عداء دائم ولا صداقة دائمة، وإنما مصالح مشتركة. ومن أمثال هذه المغالطات وغيرها التي تساوي بين الجلاد والضحية والعدو والصديق وصاحب الأرض والمحتل. وهنا يتساءل الكاتب حسين صالح السبعاوي، هل النظام في العراق مقبل على التطبيع؟ نوع آخر من التطبيع يجري من خلال تواصل بعض الساسة العراقيين مع الصهاينة من أجل الحصول على المال أو الكرسي، على غرار التواصل الذي يقوم به بعض السياسيين مع إيران لأجل الحصول على الكراسي مقابل دعمهم للمشروع الإيراني في العراق. فكذلك تواصل بعض الساسة مع الموساد أو عن طريق السفاراتهم ليعرضوا عليهم خدماتهم وقبولهم بالتطبيع مقابل الكرسي. وهؤلاء جميعاً يدركون النفوذ الصهيوني والإيراني في العراق ما بعد عام 2003 وكيف يتحكمون في القرار السياسي والأمني فيه. الدعم الأمريكي لدعاة التطبيع، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الداعمين لدولة الاحتلال الصهيوني، وهي من ألزمت الأنظمة العربية بالتطبيع معها ضمن اتفاقات أبراهام سنة 2019 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وكذلك هي من دعمت مؤتمر أربيل في أيلول الماضي من خلال منظمة مركز اتصالات السلام الذي يديره جوزيف براودي ويتخذ من مدينة نيويورك مقراً له، ويضم في عضويته عدة شخصيات يمينية متطرفة مثل دينيس واس الذي عمل في المفاوضات العربية الإسرائيلية ضمن عملية أوسلو. أضاف الكاتب، بدأت خطوات التطبيع بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في سنة 2003، إذ بدأ بعض الساسة العراقيين بالتواصل مع العدو الصهيوني تحت ذريعة عودة يهود العراق. ومن أبرز هؤلاء الشخصيات التي زارت الكيان الصهيوني النائب مثل الألوسي في سنة 2004، ثم كرر الزيارة أيضا في سنة 2008. غالباً ما يسافر سكان المحافظات الجنوبية والوسطى إلى كردستان العراق بسبب الطقس الحسن وتوفر الخدمات من كهرباء وأدوية ومستشفيات وأماكن راحة متعددة، وأيضاً خدمات راقية وأسعار مناسبة وفنادق ومتنزهات، وفضلاً عن ذلك طبعاً الأمن والاستقرار الذي يحظى به الإقليم مقارنة ببقية المحافظات، بما في ذلك العاصمة بغداد التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة، وذلك وفقا للتقارير الدولية. لذلك فإن كردستان هي الملجأ المهم والأبرز للمعارضين لهذه العملية السياسية الكسيحة بحسب وصف الكاتبة، وللناشطين العراقيين أيضا من الفارين من فرق الموت والميليشيات الولائية. ولكن هنا تتساءل الكاتبة بيلسان قيصر، لماذا يهاجر الشباب من كردستان العراق؟ غالباً ما يصور القادة الأكراد بأن الإقليم هو الفردوس العراقي الوحيد من حيث الأمان والاستقرار والرفاهية والبناء، وهم على حق في كلامهم، وهذا ما يلمسه أي زائر للإقليم. ومع هذا نجد أن غالبية المهاجرين العراقيين إلى الدول الأوروبية هم من الأكراد، وأن معظم شبكات تهريب البشر عبر تركيا واليونان وقبرص تتم عبر الأكراد. فيتبادر إلى الذهن لماذا يهرب العراقيون العرب إلى الفردوس الكردي ويهرب الأكراد من فردوسهم الآمن. لابد من وجود تناقض في الأمر، فليس من المعقول أن الإقليم الآمن يكون قاعدة للتهريب سواء للأكراد أو غيرهم. ولتأكيد كلامنا، اعترف القنصل البيلاروسي في بغداد ماجد القيسي بوجود مكاتب تهريب كردية في إقليم كردستان العراق تعمل على تهريب المواطنين إلى الحدود الأوروبية. وأغلب المهاجرين يحاولون الوصول إلى ألمانيا بالتحديد، وهم من القومية الكردية. من هذه الحقيقة نستنتج أن إقليم كردستان ليس كما يتحدث عنه القادة الأكراد ووسائل الإعلام، فهو يعاني من مشاكل كثيرة كالفقر والبطالة وقلة الرواتب والتمييز العشائري، وأن الأكراد غير راضين عن فردوسهم وقرروا مغادرته إلى أوروبا حيث الحياة الكريمة، وكلا الصورتين أمر من الأخرى مع أنهما تعكسان الحقيقة. لا أحد يجهل طبعاً عائلتي البرزاني والطالباني تستحوذان على ثروات الإقليم، وأن معظم المناصب الرسمية العليا هي من حصة العشيرتين، والمواطن الكردي ليس له حصة في الثروات، فالأموال تتضخم في جيوب القادة الأكراد على حساب الشعب الكردي الفقير بحسب الكاتب.
ونقرأ من صحيفة الميثاق الوطني ما قال الكاتب عمر الحلبوسي تحت عنوان الوطن العربي بين الصراعات والتحولات. منذ مطلع القرن العشرين تشهد منطقة الوطن العربي صراعات وتحولات دراماتيكية غيرت كثيرا من ملامح هذه المنطقة التي أصبحت ساحة تنافس وصراعات دولية. لما لهذه المنطقة من موقع جغرافي ومكتنزات اقتصادية وخزان بشري كبير تعد عقدة ربط العالم ببعضها برا وبحرا وجوا، وهو ما جعل القوى الكبرى تتنافس فيما بينها لمحاولة نيل أكبر قدر من المكاسب، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة عبر وكلائها في حكم هذه المنطقة. لم يعد يخفى على أحد حقيقة تحالف الصادات الثلاث، صفويون، صليبيون، صهاينة، الذين جمعتهم مشتركات كثيرة تهدف لتمزيق هذه المنطقة وجعلها تحت وطأة حرب ضارية تعطل نهضتها السياسية والاقتصادية والتعليمية، وجعلها ساحة صراعات داخلية تغذي القوى الكبرى جذوتها وتنقلها نحو آفاق الاقتتال الدولي الذي حكم القرار في هذه المنطقة بيد أعدائها الذين جعلوها ترزح تحت احتلالين داخلي وخارجي، فرض عليها الحرب مكرهة ودمر دولها. تتنوع حقيقة هذا الصراع بين أحقاد دينية وإرث دموي احتلالي لهذه القوى التي كانت تحكم قبضتها على هذه المنطقة وتتقاسم النفوذ فيها، وكانت شعوب هذه البلدان في كل مرة تنتصر بفضل إرادتها وتوقها للحرية. ثم تكمن حقيقة صراع أخرى هو صراع الوجود، والذي يشعله تحالف الصادات الثلاث الذي يرى وجوده يكمن في تمزيق هذه المنطقة ومنع تلاحمها ووحدتها وتعميق الصراعات فيها، بغية أن يستطيلوا من وجودهم الزائف والذي سيزول بزوال مسبباته. كما أن للمكان الجغرافي والثروات المكتنزة في هذه المنطقة دور في جعل هذه الدول تتكالب عليها لتشكل لها قوة سطوة وقرار عسكري وسياسي دولي تتبجح فيه أمام العالم. ولمن يتتبع حقيقة الإجرام المنتشر في هذه المنطقة يجد أنه نابع من ثارات قديمة لتحالف الصادات الذين انهزم جيشهم وهدم ملكهم وأزيح شرهم عندما قدمت رسالة الإسلام وما تبعها من إمارات إسلامية دافعت عن الإسلام وأرضه. كل هذا شكل دافعاً عدوانياً لتحالف الصادات الثلاث ليشعل الحرب ويؤجج الصراعات في هذه المنطقة. إن المشروع لا يقام إلا بأعمدة، وعماد هذا المشروع قوة سياسية واقتصادية وعسكرية ووطنية تجمع بين قوة الموقف وصلابته أمام الثوابت والمبادئ، بين المرونة في القضايا التي يمكن أن يؤخذ فيها ويعطى، ولكن لا على حساب رهن الوطن والشعب. يجب أن يضم في دفتيه الخبرة والطاقة، وهما الشيوخ والشباب الذين لا انفكاك بينهم في مشروعنا الوطني المنقذ الذي يجمع ولا يفرق، يوحد ولا ينفر من أجل استعادة أوطاننا، وبحكم وطني شعبي بقرار داخلي ليس عابرا للحدود. عن دوافع إيران والحوثيين ومن وراء اقتحام السفارة الأمريكية بصنعاء، كتب ياسين التميمي مقالا في موقع عربي 21 جاء فيه: لا شيء أكثر اندهاشا من التطورات التي تدفع بها الحرب اليمنية. فقد فجر الحوثيون في العاشر من شهر تشرين ثاني نوفمبر الحالي أزمة خطيرة مع الولايات المتحدة، تمثلت في اقتحام مجمع السفارة الأمريكية الواقع في حي سعوان شرقية مدينة صنعاء ونهب محتوياته، بعد سلسلة من الاعتقالات للعشرات من موظفي السفارة المحليين في مسعى يكشف عن حالة إحباط شديدة لدى الحوثيين من إمكانية استمالة الأمريكيين لدعم خططهم الرامية إلى تكريس نفوذ مطلق في الجزء الشمالي من اليمن. طهران، وكما هو واضح، تحضر بقوة وراء خطوة اقتحام السفارة الأمريكية بصنعاء، بل وتدير هذه الخطوة بشكل مباشر، وتحاول من خلال إملاءاتها على الحوثيين الحصول على ورقة رابحة يمكن أن تقوي موقفها التفاوضي مع الغرب على خلفية الملف النووي.
وهذا بالتأكيد يجب ألا ينسينا حقيقة أن طهران كما الحوثيين لهم هدف مشترك في إغراق الجهود الدبلوماسية الأمريكية المبذولة على صعيد إنهاء الحرب بأزمة تعيد توجيه بوصلة التحركات الأمريكية نحو صنعاء وبناء تفاهمات معها. بعد أن لاحظ الحوثيون أن المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ يعبر عن قناعات متطابقة مع المواقف السعودية، مع ارتفاع واضح في نبرة الانتقادات الموجهة ضد سلوك الحوثيين وضد خططهم العسكرية لمواصلة الحرب في مأرب. الإدارة الأمريكية الحالية التي استهلت عهدها بإظهار تعاطف واضح أو قل عدم تشدد تجاه الحوثيين يبدو أنها تشهد تحولاً مهماً في مواقفها حيال حرب اليمن، يتحلل على ما يبدو من الخلفية المتوترة التي حكمت مواقف الديمقراطيين حيال هذه الحرب بصفتها حرباً سعودية على اليمن، ولكونها سبباً في وجود أكبر أزمة إنسانية في العالم استناداً لتوصيف الأمم المتحدة، وهو موقف استفاد منه الحوثيون كثيراً ومضوا في طريق الحرب أملاً في الحصول على محافظة مأرب ونفطها وغازها. لقد جمعت الإدارة الأمريكية العديد من الأدلة التي تجعل من استمرارها في التغطية على الحوثيين وجرائمهم أمراً شائناً، إذ إن الحرص على إنهاء الحرب بدافع إنهاء الأزمة الإنسانية لن يتمتع بأي منطق، بحين يستمر الحوثيون في تعريض أكثر من 1.5 مليون نسمة يسكنون مدينة مأرب بواحدة من أخطر نتائج الحرب وأسوأها على الساحة اليمنية. من صحيفة القدس العربي نقرأ مقالة للكاتب عبد الباسط سيدة تحت عنوان المعاناة السورية بين توحش الاستبداد والديمقراطيات المأزومة. ما يستشف من المواقف الدولية والإقليمية هو أن الأمور تسير نحو تعويم حكم بشار الأسد مجددا، وهو الأمر الذي إن حدث لا يؤدي إلى الاستقرار في سوريا، وإنما سيدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد ليس في سوريا وحدها وإنما على مستوى المنطقة كلها. في هذه الأجواء الملبدة يرى كثير من الناس أن الحل الممكن العملي هو ترك بلدهم والبحث عن مستقبل أفضل في بلاد الآخرين. القاسم المشترك بين آراء غالبية السوريين هو عدم التفاؤل بل هيمنة النزعة السوداوية، فالنظام بعد كل ما اقترفه بحق السوريين لا يمثل الحل بالنسبة لهم، كما أن سلطات الأمر الواقع سواء في شرق الفرات أم في غربه قد باتت هي الأخرى مرتعاً للفاسدين وتجار الحروب والأزمات الذين تمكنوا من التغلغل بفعل تبادل المنافع مع أصحاب المشاريع العابرة للحدود، وهي المشاريع المتناقضة بالمطلق مع مصالح وتطلعات السوريين بانتماءاتهم وتوجهاتهم المتنوعة، وهي التطلعات التي ثار من أجلها السوريون على الحكم الأسدي المستبد الفاسد المفسد، وقدموا وما زالوا يقدمون ضريبة باهظة تفوق أي وصف أو تقدير. والأمر الذي يستوقف أكثر من غيره في معظم الأحاديث مع المعنيين هنا هو انعدام الثقة بالقوى السياسية سواء المتحكمة أو المعارضة لها، فالناس لا يتلمسون بارقة أمل تبشر بمستقبل أفضل سواء في حال استمرار تلك القوى أم بمجيء النظام، لذلك فهم ينتظرون أي فرصة تفتح الحدود خلالها ليهاجروا بحثاً عن ملذات آمنة تنقذهم من واقع يطحنهم في كل لحظة. ولعل صور المعاناة القاسية التي يواجهها اللاجئون الباحثون عن أمل على الحدود البولونية البيلاروسية تعكس ذلك، وهي معاناة تتسبب في كثير من الحزن والألم، أطفال ونساء وشباب في مقتبل العمر من دون مأوى في أجواء باردة قد باتوا مادة لتجارة المافيات ومزودات الحسابات السياسية القذرة. بدأت السلطات في مدينة البتراء الأثرية مؤخراً استبدال سيارات كهربائية صديقة للبيئة بحيوانات عاملة في نقل السياح كان يقودها أصحاب تلك الحيوانات. قال رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي سليمان الفرجات إن سيارات العشر هي البداية وبديل عن 12 عربة كانت تجرها خيول أو جمال،
وتقطع هذه العربات مسافة تقارب كيلومترا و800 متر نزولا من مركز الزائرين، حيث يجتمع السياح هناك إلى داخل هذه المدينة الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 85 و900 وألف. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذنه تعالى صدى نقلان جديد من الرافدين في رعاية الله.